Donc nous lui avons donné ce prix du courage politique. منحنا المشير خليفة حفتر جائزة الشجاعة السياسية تكريما له على نشاطه ضد التطرف الإسلاموي وضد نظام الإخوان في طرابلس وضد الأتراك الذين يلعبون لعبة خطرة. وفي هذا الشأن من المستهجن جدا أن يتصرف أردوغان وهو عضو في الناتو مثل رجل عصابات وليس كعضو في الحلف، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيستمر.